العلماء ثلاث أقسام، العلماء ثلاث أقسام: عالم دولة، وعالم أمة، وعالم ملة. عالم الدولة الذي ينظر ماذا تريد الدولة يفتي به على طول، ينظر ماذا يقول الرئيس أو الوزير أو ما أشبه ذلك وعلى طول، ما أحله الرئيس فهو حلال وما حرمه فهو حرام، هذا عالم دولة. عالم الأمة الذي يتبع ما ترتاح له العامة وإن كان خلاف الحق عنده، هذا عالم لكن يتبع الأمة وهذا كالأول آثم وعلمه وبال عليه. الثالث عالم إيش؟ عالم ملة لا يبالي بالدولة ولا بالعامة، يفتي بما دل عليه الكتاب والسنة، سخط الناس أمره، هذا هو العالم الحقيقي، وهذا هو العالم الرباني. والواجب على كل عالم بشريعة الله أن يكون على عالم ملة ولا يبالي بالناس، هو سوف يخرج من الدنيا بكفنه وحنوطه فقط، والناس لا يغنون عنه شيئا. إذ تبرأ الذين اتبعوا إيش من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. حتى لو حظي عند لو كان عالم أمة وحظي عند العامة فهذا يزول بموته، يزول كل شيء. لكن إذا كان عالم ملة رفع الله ذكره في الدنيا وبعد مماته وحصل في علمه بركة، فلذلك أرجو من إخواني طلاب العلم أن يكونوا من هذا النوع من علماء الملة، يبين الحق كما أمرهم الله بذلك وأخذ عليهم الميثاق. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، وهذا كما يشمل اليهود والنصارى يشمل من أوتي الكتاب من هذه الأمة، لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون.